أنا فادية رسول، صفتي هون ناطقة بمجلس المرأة مكوني التركماني. نحن بصراحة سمعنا عن القائد عبد الله أوجلان وعن الوضع الصحي يلي صار هنيك، ونحن كمان بدين مستنكر هالدولة التركية يلي ما عم بتخلي محامينه ولا عم بتخلي أي حدا يدخل ويشوف القائد عبد الله أوجلان وكيف صحته. نحن بدنا نحن بنطالب إنه ندخل ونشوف صحة القائد عبد الله أوجلان، نطمن على صحته. هن بدهم يضعفونا، يضعفوا إرادتنا، يضعفوا، لأنه كان بهالأيام هي كان ذكرى حلبتة والاستشهاد، واستشهاد كتير من المواطنين فيها، وكان كمان بثماني آذار. هن بدهم يضعفونا، لكن نحن أبدا ما رح نضعف، بالعكس رح نقاوم ورح نكون نساء قويات ونطالب بحرية القائد، ونطالب إنه ندخل ونشوف، ونطالب إنه يسمحوا لمحامينه إنه يدخلوا ويطمنونا على صحة القائد عبد الله أوجلان. نحن ما رح نتوقف، ما رح نتوقف بس هون، بالعكس نحن رح نقاوم بشدة، ورح ندين ونستنكر صمت هالدول هاي كلياتها يلي ساكتة على اللي بصير بالقائد عبد الله أوجلان. نحن ما رح نتوقف أبدا، ورح نضل نحن كنساء هون في منبت وكنساء في العالم كله رح نضل نطالب بحرية القائد، ورح نضل حتى يزيلوا هالعزلة عنه. نحن عم نناضل من أجل حرية القائد، لأنه هو يلي أعطانا الحرية، عطى المرأة حريتها، خلانا نشيل هالغشاوي عن عيوننا، خلانا نشوف إيش معنى الحياة. بقى نحن هون القائد كتير رح بيعني لنا، القائد كتير بيعني لنا، بيعني لكل نساء العالم، لأنه يعني أعطانا الحرية الكاملة، لأنه خلانا نعيش حياة غير، خلانا نشوف الحياة بشكل صحيح. هذا الصمت الدولي يلي عم نشوفه هلأ قدامنا نحن، يعني أكيد هذا يعني انتهاك بحقوق الإنسانية كلياتها، ونحن ما بنقبل بهذا الشيء. بدنا الدول تتحرك، تشوف الدول، تشوف الحق بعينها، تشوف إنه القائد عبد الله أوجلان يعني هو قائد الحرية، قائد حرية المرأة. نحن بندير مستنكر هالدول الصامتة. أكيد هن رح يحبطوا من معنوياتنا، بس ما رح يحسوا يهبطوا من معنوياتنا هي، لأنه فعلا كان ذكرى مجزرة حلبتة واحتلال عفرين و8 آذار، فشافوا نشاطاتنا وشافوا هذا، حاولوا يضعفوا من إرادتنا، لكن ما رح يستطيعوا يضعفوا. لحتى نتأكد حتى كمان من الخبر يلي على القائد، بجوز كمان تكون إشاعات كاذبة منهم حتى يضعفوا إرادتنا، لكن نحن ما رح أبدا نضعف، أو ولا رح أبدا نوقف هون. يعني كفاية العلي زوج الشهيد خليل الحسن، عضو بمجلس عوائل الشهداء. نحن بداية يعني من صار يوم من سجن القائد، اليوم صار 22 سنة. يعني أنه هذا الدولة التركية عم بتساوي إجرام بحق الإنسانية، بحق الشعوب كامل. لحديت هلأ يعني صار أكثر من يعني فترة 3 سنين أو 4 سنين لحديت هلأ، يعني عم بيستنوا أي معلومة أي شيء عن صحة القائد. الدولة التركية عم ترفض هالشي، ونحن يعني كنساء عربيات نرفض هذا الشيء اللي عم بيصير بحق القائد. ونحن هون يعني عم نمشي كلنا على فكرة ونهج القائد. لولا القائد ما كانت المرأة بشكل عام ما أخذت حقوقها ضمن المجتمع وضمن المجالس والإدارات، وحاليا كل نساء العالم أخذوا قوة من أفكار وأفكار القائد. حاليا نحن كمرأة أخذنا دورنا بالمجتمع ضمن المجالس مدنية وعسكرية، وقايمين بعملنا كله بفضل. نحن كنساء عربيات ما نقبل بهالشيء، وهذا العمل اللي بتقوم فيه تركيا هذا غير إنساني، يعني بحق شعوب المنطقة كامل. يعني تركيا دولة معروفة، دولة احتلال، يعني انه كلهم يعني عزلتهم على القائد، عم يسوي يعني عم بيمارس سياسة ضمن المجتمعات وشي. ونحن كشعوب يعني ما نقبل بهالشي، ودولة تركيا هي دولة إجرامية احتلالية. نحن كزوجات وأمهات الشهداء وعوائل الشهداء عامة، نحن أزواجنا والأولادنا اللي استشهدوا كانوا عم يمشوا على فكر القائد ونهج القائد. اللي استشهدوا وحرروا كل هالشعوب من خلايا داعش
والاحتلال التركي، يعني كله بفضل القائد. ونحن يعني كعوالي الشهداء راح نكمل الطريق اللي مشوه أولادنا وأزواجنا، راح نكمله وعلى نهج القائد راح نمشي. السياسة اللي عم تمارسها الدولة التركية ضمن الجرائم يعني بحقوق الإنسان، يعني أنه أنا بعرف أي معتقل ضمن السجون يعني بس يتعدى مثلا محكوم مؤبد بس يتعدى عمره يعني فوق 70 أنه بيفرجوا عنه، بس الدولة التركية مصرة يعني حتى يعني لا طمنت عائلة القائد ولا أنه المحامين طمنتوا عن صحته، لحديت هلأ كل شيء عندهم مخفي ما عم بيقبلوا هالشي خالص. نحن كنساء عربيات نحن رح نكمل نهج القائد ونهج شهدائنا ورح نكمل المسيرة اللي مشوا عليها. أنا اسمي سمر، إدارية المرأة الشابة. اليوم كشبيبة ثورية في منبي جريفة عم نقوم بانتفاضات من شان سمعنا خبر عن صحة القائد عبدالله أوجلان أنه صحته مو منيحة، فاليوم نحن عم نطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان أنه اليوم نسمع خبر أو نعرف شو الوضع بشكل عام عن القائد عبدالله أوجلان. وبنفس الوقت حاليا عم نشكل لقراءة بيان مشان مجزرة حلبشة اللي صارت من سنين، لكن نحن دائما التاريخ عم بيجدد نفسه. نحن ضد اي انتهاكات او ضد اي مجازر عم بتصير، مثل ما صار الشيء اللي صار على حلبشة، الاسلحه الكيماويه اللي انضربت عليهم راح ضحيتها الاف من الاطفال والشيوخ والنساء، راح ضحيتها كثير. طبعا اكيد سياسه ممنهجه، اليوم كل شيء عم بيصير ما في شيء بيصير بالصدفه، دائما في بكل يوم او بكل حدث دائما في تخطيط له من قبل الدول الراسماليه مثل تركيا وغيرها. نحن بدنا نضل عم نقاوم دائما، بدنا نضل عم نندد وبدنا نطالب ان نحن بتحرير القائد عبد الله اوجلان من ايد الاحتلال التركي، مشان دائما نعرف شو هو وضعه الصحي او حتى نسمع خبر عنه حتى نطمن عليه، لانه اليوم عم توصلنا اخبار، وخاصه بهذا اليوم عم توصلنا اخبار انه ما عم بيخلوا المحامين يدخلوا على القائد عبد الله اوجلان، ولا عم نعرف بشكل عام شو هو الوضع حاليا. اليوم بكفي بزمننا عم نمشي على نهج القائد، نهج الامه الديمقراطيه. اليوم لما نحن نحكي او نناقش على امور الامه ديمقراطية، عن حقوق المرأة وحقوق الشاب وحقوق المجتمع بشكل عام، فهذا الشيء الطريق رسم القائد عبد الله أوجلان لنا. ونحن اليوم كشبيب ومرأة شابة عم نطالب بتحرير القائد عبد الله أوجلان من إيد الاحتلال التركي. طبعا شيء طبيعي إنه يكون في ردة فعل لمجتمع عانى بعد ما عانى من آلاف السنين من الذهنية الذكورية والسلطوية والرأسمالية، اليوم مجتمع تحرر بسبب القائد عبد الله أوجلان، شيء طبيعي يصير إنه ردة فعل إنه نحامي عن القائد الإنسانية. نحن منعاهد أنه نضل سائرين على درب القائد عبد الله أوجلان ونضل نحارب حتى نحرر القائد من السجن.